نجمش كون انا الوحيد اللي عندي صحاب ما نجمش نحكي معاهم وقت اللي امي ولا بابا بحذايا، على ما عندي صحاب ما يعرفوا يحكيو كان بالكلام زايد. ماش تصوير الكلبه بتاع سلسبيل؟ اوه تري مينيون، ريت بحليها. شبي عزيك؟ لا شيء، جوست جاني مساج من عند طبر، حطها ميوت. فوالا سي بون. ما تنجمش تحل مساج فوكال بحذاهم؟ زعم الفوكال تعتبر فيه سبان؟ لا قلت لها بحذايا امي امبوسيبل تعملها ولا تعملها. ترى خلنا نسمع. كان شو سلسبيل شنو عملت لي المنافقه؟ والله كمان امها ايش بيك مقبله وانت تتهز وتنفض وحدك؟ لا شي تبر كالعاده، تربيه واخلاق. امبوسيبل تحكي معاهم بالفيديو على خاطر فما اوبرلور. اهلا تبر سافا، اسمع راهو امي واسي لاباس. ايش بيك مفجوع؟ تليفوني يتسكر. اما اقوى فازا كي بداو صحاب مع امك في فيسبوك. سليم، شنو هي التصويره اللي حطيتها تبر قبيله في فيسبوك؟ تصروا مع صحابكم وطاوله كلها شراب. قلت لها ما تهبط. هلا هلا اولا عندي ميل بولار مانجا حاف الشلا وقتي بيتش ولا بربي من وقت تجيب فيه الموني تجي سلكتك. كان عندك فوقك حق 100 جرام قلوب. انا وعوضوا بالله من كلمة انا صنعت الجيم وانت بيتش بولا. ليلي نحكي بالرسمي، توا انت قاعدة تغني في غنية ماهيش قاعدة تعبر على حالتك الحليلة الجملة، فاهم الوضعية ولا ليه؟ ايه ما انا ما نقحفش الشلة. ش مدخل الجملة هذي في اللي انا كنت نقول فيه تو؟ لا خاطر تونس ماهيش تيجوانا والبزنس ماهوش ماريخوانا، ذاكور ذوا. اقعد عملهم فازات تيك توك هذوما بلوغوز انفلونسوز انستغراموز، ان شاء الله تجيبوا الماني نهار. محسوب انا مانيش بلوغوز، انا ليدي ديانا لعب البهيم على الخرشف. انا نكسب وانتي تحسب من الموسيقى جبت ملين، تونس تعرف اسمي انا اللي صنعته الجيم. مرة مشينا للبلاصة هذيك أنا وتبر ما لقينا حد. لا مش هكاك صارت الحكاية عاد سلي. عرضونا برشا عبادة ما راحوا بكري. وكاو. ومن بعد أنا وتبر قاعدين نمشيو أخي طاحت. لا يزي بلا كذب سلام يزي بلا كذب يزي شنو؟ ادعثرت وكاو. رديتني ضحت جملة واحدة. حسيرو وبعد احنا كي قاعدين نطلع في الجبل نطلع يا اخي ما لقينا حد شيء. شنو؟ لا سالم يا عايشة كان عزوز عباد يعملوا في كامبينج معانا. حكاية فارغة معناها هذاك ما عليه ما حكيتيش، مش طلع في حكاية من مخي يعني. مش حكاية طلع في مخك، كما عندك هكا تزيد شوية من عندك وكا تبر ليش نحكي معك دقيقة؟ يا اخي نورمال تكذب في قدام العباد نخرج انا كذاب معناها؟ شنو عباد صحابنا هذوك عائلتنا ورديتني انا طحت ونتكربس في القاع ضربه واحده. وانا كنت جيت تشوف ما كذبتكش راهو. كل بوتيك باش تعمل شوبينج، عارف روحك شنو تحب تشري، حتى كان ماكش عارف روحك شنو تحب تشري، جوست تحب تعمل دور على روحك. وتجيك فوندوز تضرب تلصق فيك. عسلامة. عسلامة مسيو، نعاونك في حاجة؟ ليه عايشك تنصرف. أمان ابعدني. عندهم الجملة الشهيرة متاعهم. والله ما احلاه المريول هذا عليك، أنا ديجا عندي منه. زعما تقول أنت يا مسكينة تستعمل لغة الغشم من غير ما تقصد. ترى زيد دخله بالكدا؟ ما حبش يدخل أتو نشوف لك ما أكبر. ديما كل شيء مويتيك معاها. كيف لي جات ضيقة شوية عليا؟ لا والله خرجت تقتل عليك عزيزتي. خذها. اما اقوى فازة هي هذه. زعما انا ونختار هذا ولا هذا؟ هما زوز حلوين الحقيقة، اما انا نختار هذا. قلنا عنا صاحب ما يحكي كان بالسياح. كان 10 سنين تستانس وما يقلقكش، اما كي تبداو في بلاصة عمومية تحديدا قهوة ريستورون ولا شارع تولي حاجة أخرى. يلا سلسولة توينك هالغيبة؟ بسم الله راكي قمرة ليلة 14. احكي لي شو عامله. خلي عاد كل الحكايه ملزمهمش العبيد يسمعوها. هي ملي كنت في المرنقية احكي لي على الاكسبيرينس اللي عشتهم. باهي ما نقص شويه في صوتك انا مانيش وحدنا. وتعمل الغلطه وتقول له احكي بشويه. لا قادر احكي بصوت واطي يا واطي بلكش قاعد راه فاهم برح. بعد كيف يفيقوا برواحهم اللي هما قاعدين يسيحوا يرجع لهم شويه شاهد عقل. والله عندك الحق، لازم نحيها الصنعه هذه. اما ما يفوتوش سكوندا. اي دوك انا نحكي لك كيفاش انت خرجت في العفوه. بربي قول لي سيتي كومون؟ مش نكذبوا على بعضنا، احنا والتكنولوجي سورتو في لي بي سي. اولهم لونتي فيروس اللي ملي شريتو البي سي ما عملتلوش ميزاجور، وتبدا راكش في دارك اللي مقيل واللي ماهوش في الدار. Une menace a été détectée.
شارجي مصباح لليل في البيسي متاعك والباتري في وسطه وبعد تقول كيفاش ماتت. دونك تخيل نهار تقرا لك 5 سوايع من غير حتى سوفغارد ويتعدى عبد ويهز معاه الخيط. يكب ساعدك يكب ساعدك على تربحك يا ودي قلت لك ما عادش تجيني ما عادش تجيني. العباد اللي كسروا لافيشور متاعهم ويبدا عندهم خطه كظاهر في الكرو ونورمال. معناتها انتوما لاباس تستعملوا حاجه هكا من غير ما يجيكم العصب. بون كان باش نمشيو لبعيد وقتها نقول لكم اللي اكبر مجرمين تاع التكنولوجيا هما اللي يحطوا البيسي طول فوق الفرش لين يولي يحرق. حيت تروح تحكم خدعات نهلكوها اكثر. نتاع قايد باش تشري بيسي جديد. قالك اللي المونوبولي تنجم تحدد لك مصيرك مع اصحابك وعائلتك، يا باش تاكلوا بعضكم ولا باش تاكلوا بعضكم. عمركم ما تحطوا واحد يلعب معاكم ويتلهي بالبنكه فرد وقت، وقتها منو لها. فما كالمغت اللي مرقها بالمساطة متاعو ترى وين طاحت عن سلافة تدر تو هي ما فقتش بي فاش قام تصيب في البليدة وركيك متاعك ها لا لا فقت بيك فقت بيك تهنى جيت نطلع عليك سلومة تحب مرجان نجيبك القفاء وفما زاد المغت اللي مرقها بالشك متاعو استنى 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 جبت 3 و4 يجيو 7 كنت هنا انت 1 2 3 4 باه اوكي كمل بلاسيفو سوغ لا كاس دي بار اه تقرا وحدك خل نشوفو معاك كل الدنيا الكل بسم الله كي واحد فيكم يدخل الحبس تموتوا بالفرحة اه صار تخزط في الحبس سلاف عزيزتي نحبك غزالة في الاخر توفى هكا اللي ما عادش عينه بشلع بخاطره نغار اللي بدا يتشحط على رزق وتقول علينا حوام له من لحمه واللي ربح يحسب في فلوسه تقول فلوس بالحق ذكر نهار اللي عرفت تبر تصرفت كما اي طفلة تتصرف مع الكراش متاعها اول حاجة صوتها كان افين من توا برشا دونك اش تعمل في حياتك اسكو تقرا اسكو تخدم دخلت بعضها ولات تغلط في الكلام انا نتذكر كي مشيت للباغي نقصد باغي خاطر مشيت زاد البالي باغي بالي باغي يدخلوا بعضهم حسيلو كانت ياسر الشق بقب انا ديريكت فما جي دورانج فريز ميرسي لعبه فيها ياسر ثقافه انا نقرا برشا كتب جادور لا ليكتور مون اوتور بريفيري سي جورج سوند الراجل هذاك اوثنتيك جورج سوند مرا اي غلط نقصد جورج واشنطن اما اقوى فازة هي هذي سلو ما قالي محلاك يظهر لي حبني عزيزتي مزدك عرفت واه ايه الاخ تبر خميس والله ساسون بيان ايه تماش ديق لي شبيكة اكل من غير ما تمرتق انا نمرتق لحاكلك قاعد تحكي مع الصيانة بكلها راهو يعني ظاهر عليك يعني قاعد نشوف يا قعرة يا قعرة عندك فم ولا اسبيراتور؟ ياه قاعدة نشرب كي العباد برافو شكونهم المجبر اللي قاعدة دخلت فيهم؟ سلسول مثلا فردة ولقت اختها يا بنتي يا بنتي كي تاكل ولا تشرب كشختك تسكرها باهي يا سلفين المتحضر المتخلق كلاس شنوا؟ تحب جغمة؟ لا هذي ما اسمهاش جغمة هذي اسمها جغطة يا سخطة فدتني راه ولا فدتني بلي غمارك دي بلاسي متاعك ملا ملا جلغة معانا الفنانة القديرة الشهيرة السوبر ستار كتبت 200 كتاب غنيت 300 أغنية مثلت في 700 فيلم عاونت فان جوك في 1000 لوحة وثلت 10,000 قير نستقبلوا مع بعضنا ذا وان اند اونلي تبرور السؤال الأول شنو مشكلتك مع نور شيبة؟ علاش تعركت مع منال عمارة؟ شنو هو رايك في اللي صار مع كلاي بي بي جي وبيا زرتي؟ شنو هو رايك في الفضيحة اللي صارت مع مريم بن ملاهم؟ هل تقبل أدوار الإغراء؟ قد إيه عمرك؟ قديش توزن؟ حاب تولي كيما دورة زروق وهند صبري في مصر؟ عندك شكون في حياتك؟ شنو هو المواصفات اللي تراهم في حب حياتك؟ شنو هو راهم عائلتك في اللي قاعدة تعمل فيه؟ أمك باز دمعتها في عينها، راضية على روحك باللي عملته؟ ها؟ قاعدة دقيقة انترفيو؟ باهي. شنو جديدك؟ ألبوم جديد؟ باهي ربي معاك اي سافا ايامات الريفيزيون تعيش اكسبيريونس حاجه لطف تعدي معظم الوقت ستريسي على روحك كيفاش ماكش قاعد تقرا اما هذا ما يمنعش اللي تقعد تشد تليفونك تسرح مع فيديو تحكي على منافع زريعه الكتان على ذكر السرحه توري تركز مع اي حكايه تافهه اعطيك بركه ما تقراش اي وقايد باش تقرا تبر كيف اللي خريت فيه شويه ترى خل نشوف قد فهم من الحجره في الزليز 1 2 3 تتهنى كي تسمع بصحابك في نفس الحالة ما زلت ما بديتش تقرأ أسهل صلب تربح يجعلك وين تقبل تربح يجعلك عمارة دمارة
يجعلها خضرة قدام كوراك. ها سلسل. ومن بعد اسمع بهم بداو يقراو. ها آه شعملت و تخون فيا لما تسواش بقدي على لونك ان شاء الله تفوق على قدرك وعلى والدين بوك الكلب. تتعب بعد درج قراية. ايا فكر يا فكرون سبق وقايت بؤس في الاخر كلنا نعملوا نفس الحكاية. قالوا الريفز شكو قالكم حب نقرا انا؟ شكو قالكم حبش نطلع رقاص؟ نعم نعم اجلس الشباب. سي سليمان صباح خير تالندا. صباح خير بابا سافانا. هلا جميلة. نعم بابا بلاصي خايخ يا خايخ انتي. هاي نسيت شنو كنت نقول. انا جنات العرافة. شكون وشكون يا خلاتي على تقشقيشة من تقشقيت تقشقيشة من شقشقيت. داود ها داود داود ها داود أصيدي ها داود وان شاء الله عرسي تعاود. فهمت عكلتهم حقني عملت لا وانت منو اما الدوجة رف المات. اي يا جماعه رانا مؤخرين على الكلاسات الاخرين. مسيو هذه اسمها حسيت عارف فمع بعد مازالوا يعملوا في الانسكريبسيون. بروف تاريخ وجغرافيا. واحد روماني الحرب البارده. واحد عربي الاتحاد السوفيتي. المانيا نجمه الاولى من 1945 1955. و تم المطل الاولى والفقره الاولى مازلنا في الجزء الاول كمان. هي الكراسه اسم الله اسمع فيك اعتبر بدناك القصص اسم الله. بروف فرنسي. alors on va commencer avec le compréhension. تقصد لا compréhension. اي قلتها بالعاني باش نشوف كان فايقين ولا لا. بروف الفيزيك. شكون يفسر لنا اش معناها ديود؟ سامحني وقت قريناها هذه ما جيتوني الجمعه اللي فاتت دون كور سوبوزي في جدزاخ معناتها كي نحن نغيبوا سامحني انت تقري الحيوطه نزابش كوخش دقة. اما اكثر بروفة ما تصلح لحد شيء هي بروفة سبور. ايه باش تعملوا لي 20 دورة على التراب اكسروا ايحكم. وقت تصبش تاخر نرتاحوا.